اعتبارا من يوليو المقبل زيادة الأجور والمنح والعلاوات لموظفي الدولة. ميقاتي يؤكد ضرورة الإصلاحات ويدعو اللبنانيين للتعاون مع الحكومة لوقف انهيار الدولة. على خلفية الأزمة الأوكرانية، قوات بريطانية تصل بولندا وألمانيا تبدي استعدادا للحوار مع روسيا. 9 مساء في القاهرة، 7 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي استمرار الحكومة في اقتحام العديد من الملفات الموروثة والشائكة والتعامل معها للوصول إلى حلول جذرية بشأنها، من بين تلك الملفات ملف الإيجارات القديمة. وخلال ترأسه للاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، أشار مدبولي إلى التنسيق مع السلطة التشريعية وعقد اجتماعات مع رؤساء عدد من اللجان البرلمانية في مجلسي النواب والشيوخ، ذلك بهدف الوصول إلى صيغة قانونية تعيد التوازن بين المالك والمستأجر. كان مدبولي قد استهل الاجتماع الحكومي بالإشارة إلى زيارة الرئيس السيسي للعاصمة الصينية بكين لحضور حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 24، منوها إلى أن هذه الزيارة شهدت عقد عدد من اللقاءات والاجتماعات المهمة التي تم خلالها بحث سبل دعم وتعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين. كما أشار رئيس الوزراء إلى استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي لرئيس جيبوتي إسماعيل عمر جيلة، مؤكدا أن هذه الزيارة تأتي في إطار توجه الدولة لتقوية العلاقات مع الأشقاء الأفارقة. وفي سياق آخر، وافق مجلس الوزراء على حزمة قرارات بشأن زيادة الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين في الدولة اعتبارا من الأول من يوليو المقبل، وكذا إقرار حزمة من الحوافز والمنح والعلاوات للموظفين، فضلا عن إقرار مخصصات مالية للتعيينات الجديدة في قطاعي الصحة والتعليم. وخلال الاجتماع، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل قيم الحد الأدنى لإجمالي الأجر للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية. كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين به، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العامة. وخلال استعراضه موقف التعديات على الأراضي الزراعية، شدد مدبولي على أن أي تعد جديد على الأراضي الزراعية سيتم التعامل معه بكل حسم. كما أكد مدبولي أن الأجهزة المعنية بالدولة ستقوم بإزالة أي تعديات، فضلا عن اتخاذ إجراءات رادعة في هذا الشأن، بالإضافة إلى إيقاف أي دعم يحصل عليه المتعدي على أي بقعة زراعية، سواء كان هذا الدعم من التموين أو الخبز أو الخبز أو الأسمدة وغيرها من صور الدعم. كما شهد الاجتماع التنويه إلى الاتفاق على تشكيل لجان على مستوى القرية أو الوحدة المحلية والمركز والمحافظة، بحيث تكون مسؤولة عن التصدي لتلك التعديات. وفي هذا السياق، أكد وزير الداخلية محمود توفيق على أن جميع أجهزة الوزارة جاهزة للتعامل الفوري مع مخرجات اللجان المشكلة بالمحافظات لمواجهة تلك الظاهرة. من جانبه، أكد رئيس الوزراء أنه سيتابع بنفسه تقارير هذه اللجان حتى يتم القضاء تماما على أي تعديات على الأراضي الزراعية، وذلك تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمتابعة المستمرة لموقف التعديات واتخاذ الإجراءات اللازمة التي من شأنها منع تلك التعديات في مهدها والحفاظ على الرقعة الزراعية. We'll be right back.
هذا وقد شهد رئيس مجلس الوزراء مراسم توقيع 3 بروتوكولات تعاون لنشر الثقافة والتوعية بالأنشطة المالية غير المصرفية لطلاب المدارس وشباب الجامعات ومرتادي الأندية الرياضية ومراكز الشباب. يأتي توقيع البروتوكولات في إطار بدء تفعيل خطوات تنفيذ مبادرة الرئيس السيسي لرفع مستويات الثقافة المالية وبناء مهارات فن إدارة الأموال للطلاب والشباب. أكد مدبولي أن الاهتمام بالشباب يأتي على رأس أولويات الدولة من حيث تأهيلهم وصقل مهاراتهم وتوعيتهم بتلك الأنشطة المالية غير المصرفية، موضحا أن تبني استراتيجية وطنية للثقافة والتوعية المالية غير المصرفية يضع مصر ضمن المؤشرات الدولية الخاصة بمستويات الثقافة والتوعية المالية بصفة عامة. أشاد وزير الداخلية محمود توفيق بالدور التنسيقي الفاعل الذي تطلع به الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب في تدعيم التعاون الأمني العربي متعدد الأطراف ونشر الخبرات الشرطية العربية فيما بين الدول الأعضاء بالمجلس، وذلك بهدف الارتقاء بالأداء الأمني. وخلال لقائه أمين عام مجلس وزراء الداخلية العرب محمد بن علي كومان، أكد وزير الداخلية أن تطوير أوجه التعاون والتنسيق مع أجهزة الشرطة والأمن بالدول العربية الشقيقة يعتبر ركيزة أساسية في استراتيجية وزارة الداخلية من منطلق إدراكها لحجم وخطورة التحديات الأمنية بالمنطقة، وفي إطار ذلك ما توليه مصر وقيادة السياسية من اهتمام بالغ بالانفتاح والتعاون مع محيطها العربي. نظمت وزارة الداخلية ندوة بعنوان دور وزارة الداخلية في إنفاذ محددات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتم خلال الندوة استعراض محاور الاستراتيجية والخطوات التي اتخذتها الوزارة لتنفيذها. تطلق الحكومة المصرية استراتيجياتها الوطنية الأولى لحقوق الإنسان، والتي تعد نتاجاً لجهود حثيثة بذلتها اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان على مدار أكثر من عام. من هذا المنطلق عقدت وزارة الداخلية ندوة حول دور الوزارة في إنفاذ محددات تلك الاستراتيجية، والتي تجلت في مبادرات أطلقتها وخدمات شرطية تقدم بصورة حضرية. حاجة عظيمة إن احنا تستضيفنا وزارة الداخلية للحديث عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. وزارة الداخلية شريك أصيل ومهم في تنفيذ منظومة حقوق الإنسان وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان التي تناولتها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. وزارة الداخلية عاملة مجهود كبير جدا سواء في ما يخص التشريعات أو ما يخص التطوير المؤسسي، موضوعات الخاصة بإغلاق السجون وافتتاح مراكز التأهيل، موضوع التدريب المستمر، لأن التدريب والتأهيل ده مش مرة واحدة ولكن هي عملية مستمرة لرفع الوعي والكفاءة، فإحنا بندعم هذا الجهد وبنرحب بيه. على مدى جلستين شهدت حضورا من القيادات الأمنية وممثلين عن الجهات الحكومية والمجالس القومية والنيابية، تم استعراض محددات الاستراتيجية وتنفيذها وجهود وزارة الداخلية في تنفيذ تلك الاستراتيجية من خلال استعراض مبادرات الوزارة لتعزيز حقوق الإنسان والتطور الذي تشهده الخدمات الجماهيرية، فضلا عن الطفرة الكبيرة التي أحدثتها مراكز الإصلاح والتأهيل المنشأة حديثا لتأهيل وإصلاح النزلاء لدمجهم في المجتمع. النهاردة كان حوار بناء وبندرس وبنشوف تدخلات وزارة الداخلية خاصة في إصدار بطاقات الرقم القومي أو نفاذ القانون وفي إطار حماية المرأة من كافة أشكال العنف، وبالإضافة إلى التدخلات الإنسانية اللي إحنا كمجلس قومي للمرأة بنشعر بها بقوة في القرى وفي النجوع وفي الكفور وفي الأحياء السكنية، خاصة بمبادرة كلنا واحد وأمان. لقد شاهدنا إسهامات الوزارات المختلفة وعلى رأسها وزارة الداخلية لإنفاذ أولوياتها فيما جاء في معرض الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. وقد سبق الندوة تنظيم مركز بحوث الشرطة لثلاث ورش عمل تحضيرية لمناقشة 51 ورقة عمل تتضمن جهود الدولة في حماية الفئات الأولى بالرعاية وجهود وزارة الداخلية في إعادة تأهيل نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل وتطوير الخدمات الجماهيرية من منظور حقوق الإنسان. وأنا عايزة برضو أشكر وزارة الداخلية
وعايزه اشكر برضو عبد الفتاح السيسي، وشكرا وكونوا طيبين. توصيات الندوة أكدت على الاهتمام الكبير الذي تليه وزارة الداخلية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي انعكست على الخدمات الأمنية والجماهيرية المطورة وإرساء دعائم حقوق الإنسان في قطاعات الوزارة المختلفة. ضرورة تضافر جهود وتكامل أدوار كافة مؤسسات الدولة الحكومية وغير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني لإنفاذ محددات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. تتعاظم قيمة الإنسان وحقه في حياة كريمة في الجمهورية الجديدة. تعكس ندوة دور وزارة الداخلية في إنفاذ محددات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان الأهمية التي توليها الوزارة لتعزيز مفاهيم حقوق الإنسان داخل قطاعاتها المختلفة، من خلال التأكيد على المبادرات الإنسانية والاجتماعية وتقديم الخدمات الأمنية والجماهيرية بصورة حضارية وميسرة للمواطنين. عبد الله بركات، التلفزيون المصري. تسير وزارة الداخلية بخطى واثقة نحو تطبيق الجانب الإنساني والاجتماعي في استراتيجيتها الأمنية، والتي تأتي تنفيذا لمحددات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ذلك من خلال تعزيز مفاهيم حقوق الإنسان داخل قطاعات الوزارة. يتجلى ذلك في الخدمات التي تقدمها الوزارة للمواطنين بصورة إنسانية وحضارية. كافة الحقوق والحريات مترابطة ومتكاملة، وأن ثمة ارتباطا وثيقا بين الديمقراطية وحقوق الإنسان. تسير وزارة الداخلية بخطى واثقة نحو تطبيق الجانب الإنساني والاجتماعي في استراتيجيتها الأمنية، والتي تأتي تنفيذا لمحددات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، من خلال تعزيز مفاهيم حقوق الإنسان داخل قطاعات الوزارة، ويتجلى ذلك في الخدمات التي تقدمها للمواطنين بصورة إنسانية وحضارية وبشكل ميسر، وفي مقرات تم تطويرها إنشائياً وتزويدها بالتكنولوجيا، مع الاهتمام اللازم بكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال تخصيص أماكن لائقة بهم والإسراع في إنهاء إجراءاتهم. كان إنشاء الوزارة لمركزي الإصلاح والتأهيل وادي النطرون وبدر هو تطبيق فعلي وسريع للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. تصميم المركزين جاء وفقاً لأعلى المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وبما يتفق مع منظومة الإصلاح والتأهيل الحديثة التي تنتهجها الوزارة. فيهما يتم تطبيق برامج تأهيلية وضعها خبراء ومختصون لصقل المهارات الفنية والحرفية وتصحيح المسارات الفكرية والسلوكية، ليتسنى للنزلاء بداية فعلية صحيحة لحياة جديدة عقب الإفراج. مراكز الإصلاح والتأهيل تلك هي بديل للسجون العمومية التقليدية التي يتم إغلاقها تباعاً مع توالي إنشاء هذه المراكز. وعن طريق إدارة شرطة الرعاية اللاحقة تمتد الرعاية المقدمة للنزلاء عقب الإفراج عنهم وأسرهم، من خلال إتاحة الفرصة لهم ومساعدتهم في إنشاء مشاريع صغيرة تدر دخلا ثابتا عليهم، أو بتقديم مساعدات عينية دورية تلبي احتياجاتهم الحياتية والحتمية، وهي استراتيجية تهدف لقطع الطريق عليهم للعودة لمسلك الجريمة ليصبحوا فاعلين صالحين في مجتمعهم. تحت مظلة مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية، كانت لوزارة الداخلية جهود كبيرة في دعم ومساندة الأسر المصرية وتخفيف الأعباء عنهم، فتم إفاد قوافل طبية ومساعدات إنسانية وعينية للمواطنين استهدفت القرى والمناطق الحضارية الجديدة والأكثر احتياجاً بكافة المحافظات، في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي تشارك فيها الوزارة بفاعلية. وجاء تحرك الوزارة بشكل سريع لتقديم الدعم للقرى المتضررة من السيول بمحافظة أسوان، ليؤكد على هذا الدور الفاعل في دعم ومساندة المواطنين.
وبتوجيه من رئيس الجمهورية، شاركت وزارة الداخلية في مشروع الهوية البصرية لمحافظة أسوان من خلال تحويل سيارات الأجرة التي تعمل بالبنزين للعمل بالغاز الطبيعي مجاناً، وأعدت مراكز فنية مخصصة لهذا الغرض، كما تم وضع ملصقات ذات ألوان وخطوط متناسقة على سيارات الأجرة، وكذا على السيارات والمركبات والمنشآت الشرطية تعبر عن طبيعة وحضارة أسوان. أطلقت الوزارة العديد من المبادرات لتوفير السلع بأسعار مخفضة للمواطنين في مناسبات عدة. خلال المناسبات القومية والمجتمعية والاحتفالات الرسمية، نظمت الوزارة زيارات لدور رعاية المسنين والأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة والمستشفيات المختلفة، إضافة إلى مبادرات للكشف المجاني على المواطنين بمستشفيات الشرطة، مع استقبال تلك الفئات بقطاعات وأندية الشرطة للاحتفاء بهم. ولكي تضمن الوزارة تعظيم دورها الإنساني والاجتماعي، يتم عقد دورات توعوية وتثقيفية للعاملين بها لتزويدهم بالخبرات اللازمة لأداء مهامهم. وتثبت وزارة الداخلية بإجراءاتها الاجتماعية والإنسانية لدعم المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم، حرصها على توفير حياة كريمة لهم وصون كرامة المواطن في ظل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. أبناء مصر يستحقون الأفضل دائما. انطلقت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الدورة الوزارية 109 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي برئاسة وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، وحضور الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، ومشاركة وزراء الاقتصاد والتجارة والمال العرب ومن يمثلونهم. ويتضمن مشروع جدول أعمال الدورة الوزارية للمجلس عددا من البنود المهمة، منها إنشاء مجلس الوزراء العرب للمسؤولين عن شؤون التعليم، وإعداد الملفين الاقتصادي والاجتماعي للقمة العربية في دورتها 31، والقمة العربية التنموية 5 في موريتانيا 2023. وخلال ترأسها أعمال اللجنة الوزارية، أوضحت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع أنه رغم التقدم الذي تم إحرازه في تطبيق منطقة التجارة العربية، فلا يزال الطريق طويلا لتذليل الصعوبات والمعوقات التي تعترض التكامل الاقتصادي العربي المشترك. كما قالت الوزيرة إن مصر تعلق آمالا كبيرة على هذه الدورة للخروج بقرارات إيجابية تعزز المنجزات والمكاسب التي تحققت في إطار العمل الاجتماعي والاقتصاد العربي. رغم التقدم الذي تم إحرازه في تطبيق منطقة التجارة العربية الكبرى وإزالة العديد من معوقات التبادل التجاري بين الدول العربية الأعضاء بالمنطقة، فإنه لا يزال أمامنا الكثير من المهام والتي تتطلب المزيد من تضافر الجهود لتذليل الصعوبات والمعوقات التي تعترض مصير التكامل الاقتصادي العربي المشترك المستقبلية، التي نأمل أن تتوصل إلى مراحلها النهائية بإعلان السوق العربية المشتركة، والذي من شأنه أن يخدم مصالح الأمة العربية. من جانبه، أشاد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بالجهود الكبيرة التي تبذلها مصر في إطار التحضير لاستضافة مصر نهاية هذا العام الدورة 27 لمؤتمر المناخ. وأكد أبو الغيط استعداد الجامعة العربية لتقديم كل الدعم اللازم لتنسيق الجهود العربية في هذا الشأن وإنجاح هذا الحدث العالمي بتنظيم واستضافة مصرية. إننا نتباحث في هذه الموضوعات في الوقت الذي تتعاظم فيه التحديات وتتداخل، فدولنا العربية جميعاً لا تزال تواجه التداعيات التي فرضتها جائحة كورونا. لقد شكلت هذه الجائحة تحدياً طارئاً وذا أولوية قصوى، كما ستنعكس آثاره بلا شك على الجهود المبذولة لتحقيق أجندة التنمية المستدامة التي اتفق عليها المجتمع الدولي منذ 7 سنوات. ولقد أطلقت جامعة الدول العربية أواخر العام الماضي وبالتعاون مع عدد من الشركاء الدوليين
التقرير الإقليمي بعنوان تحقيق أهداف التنمية المستدامة في الدول المتأثرة بالنزاعات في المنطقة العربية، ويسلط هذا التقرير الضوء على إطار العمل المتكامل لرصد أهداف التنمية المستدامة في الدول التي تواجه تحديات معقدة ومتشابكة. أشاد تقرير جديد للأمم المتحدة بدور عمليات مكافحة الإرهاب التي نفذتها الحكومة المصرية في الحد من نشاط التنظيمات الإرهابية في مصر، خاصة منذ عام 2019. يشير تقرير الأمين العام إلى حدوث انخفاض في نشاط التنظيمات الإرهابية، وأضاف التقرير الأممي أن الفضل في ذلك يرجع إلى عمليات مكافحة الإرهاب والضربات الأمنية الناجحة التي أضعفت من هذه التنظيمات. وأشار التقرير إلى زيادة حجم الاستثمارات العامة في مجالات البنى التحتية والنقل والإسكان في سيناء. أكدت وزارة الخارجية أن مصر تتابع عن كثب تطورات الأوضاع في ليبيا، مضيفة أن مصر تؤمن بأن مسار تسوية الأزمة الليبية يظل بيد الشعب الليبي وحده دون تدخلات أو إملاءات خارجية. وأوضحت الخارجية أن مصر تثمن دور المؤسسات الليبية واطلاعها بمسؤولياتها، بما في ذلك ما اتخذه مجلس النواب من إجراءات اليوم بالتشاور مع مجلس الدولة وفقا لاتفاق الصخيرات، آخذا في الاعتبار أن مجلس النواب الليبي هو الجهة التشريعية المنتخبة والمعبرة عن الشعب الليبي الشقيق. هذا وأكدت الخارجية المصرية أن مصر مستمرة في تواصلها مع جميع الأطراف الليبية بهدف تقريب وجهات النظر بينها وضمان حفظ أمن واستقرار البلاد وتلبية تطلعات الشعب الليبي، مضيفة أن مصر مستمرة كذلك في دعم جهود لجنة 5+5 العسكرية المشتركة الرامية إلى تنفيذ مخرجات قمة باريس ومسار برلين وقرارات مجلس الأمن بشأن خروج جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا بدون استثناء وفي مدى زمني محدد. وأشارت الخارجية إلى أن مصر تدعو كافة المؤسسات والقوى الوطنية والمكونات الاجتماعية الليبية إلى إعلاء المصلحة العليا للبلاد والاحتكام إلى صوت العقل والحفاظ على الاستقرار الداخلي وعدم الانسياق وراء أي دعوات للجوء إلى العنف أو القوة لإفساد الجهود السياسية الحالية. وفي سياق متصل، رحبت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية بقرار مجلس النواب بتكليف فتحي باشاغا بتشكيل حكومة جديدة. وأكد بيان للقيادة أنها تتابع باهتمام شديد المسارات العسكرية والسياسية والاقتصادية التي انتهجها الليبيون لحل الأزمة الليبية الشاملة والدفع بالوطن إلى الأمام وتحقيق طموح المواطن الليبي في الوصول إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية وإقرار دستور للبلاد، وكذلك بدء عجلة التنمية والبناء في أجواء يسودها الأمن والاستقرار. ترحب القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية وتؤيد قرار البرلمان الليبي الصادر اليوم الخميس الموافق 10 فبراير 2022 بتكليف السيد فتحي باشاغا بتشكيل حكومة جديدة تتولى قيادة البلاد نحو مستقبل أفضل، وذلك بالعمل مع جهات النظامية العسكرية والأمنية على فرض هيبة الدولة والحفاظ على مقدراتها وحماية المؤسسات السيادية من ابتزاز وهيمنة الخارجين عن القانون. أعربت مصر عن بالغ إدانتها لمواصلة قوات الحوثي هجماتها باتجاه أراضي المملكة العربية السعودية الشقيقة، والتي كان آخرها استهداف مطار أبها الدولي اليوم بطائرة مسيرة نجحت الدفاعات السعودية في تدميرها. وفي بيان الخارجية، جددت مصر رفضها التام لهذه الأعمال الإرهابية الدنيئة التي تمثل تهديدا صريحا لأمن واستقرار السعودية وانتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي، فضلا عما تشكله من تقويض لحرية الملاحة الجوية وسلامة المدنيين. كما أكدت مصر مجددا على تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية فيما تتخذه من إجراءات لصون أمنها واستقرارها وضمان سلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.
أكد رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي أن الإصلاحات التي تعمل عليها الحكومة ليست مطلوبة فقط من صندوق النقد الدولي، بل هي ضرورة لمصلحة لبنان، مؤكدا أنها ستكون موجعة. وخلال كلمته في حفل إعادة افتتاح المكتبة الوطنية في منطقة الصنائع بالعاصمة بيروت، دعا ميقاتي جميع اللبنانيين على اختلاف انتماءاتهم للتعاون مع هذه الحكومة في مهمتها الواضحة والصعبة، والتي تتمثل في وقف الانهيار والعمل لإنجاز خطة نهوض تضع لبنان على طريق التعافي والاستقرار. أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد مرسوما يقضي بحل المجلس الأعلى للقضاء وتعويضه بمجلس مؤقت، وأكد سعيد أنه لا يمكن تطهير البلاد إلا بتطهير القضاء. وأوضح سعيد أنه تم إعداد مسودة مرسوم للتصالح مع رجال الأعمال الضالعين بالفساد مقابل مشروعات تنموية، وطالب الرئيس التونسي القضاء بتطبيق القانون بحيادية كاملة. وإلى جديد الأزمة الأوكرانية الروسية، حيث أعلن المستشار الألماني أولف شولتس استعداد بلاده للحوار مع روسيا. وأضاف المستشار الألماني أن على روسيا توقع تبعات اقتصادية وسياسية على أن هجمات أوكرانيا. يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن حوالي 350 جندي بريطاني إضافي وصلوا إلى بولندا. وخلال مؤتمر صحفي في وارسو مع نظيره البولندي، أكد جونسون على ضرورة العمل على دفع روسيا لخفض التصعيد بشأن أوكرانيا، مشيرا إلى دعم سيادة وأمن أوكرانيا ضد التصعيد الروسي. وبدوره أكد رئيس وزراء بولندا دعم مسار الأمن في أوروبا في مواجهة التصعيد الروسي، موضحا أن بلاده تنسق مع الناتو بشأن التوتر في أوكرانيا. كان جونسون قد التقى في بروكسل أمين عام حلف شمال الأطلسي الناتو يانس ستولتنبرغ، الذي أكد أن الحلف على أتم الاستعداد للاستماع لمطالب روسيا، موضحا أن الحلف يعمل على التعزيز الأمني في المنطقة فضلا عن زيادة الفرق العسكرية على الحدود الجنوبية الشرقية. في المقابل، وخلال مؤتمر صحفي مشترك، أكد جونسون الجاهزية لفرض عقوبات على روسيا في ظل توقعات بإقدامها على الهجوم على أوكرانيا، غير أنه شدد في الوقت نفسه على الرغبة في سلوك الخيار الدبلوماسي. القوات الروسية ترتفع ونعرف أن الوقت ينخفض بانتظار أي غزو لأوكرانيا، وعلينا أن نكون جاهزون لأسوأ سيناريو، ولكن علينا الاستمرار بالالتزام بإيجاد حل سياسي للأزمة الأوكرانية. تؤدي بريطانيا دورا مهما وحيويا على الصعيدين العسكري والسياسي. أرحب بدوركم بإرسال الجنود وقوارب إضافية إلى ناتو، بالإضافة إلى الحشود التي أرسلتموها إلى بولندا لمساندتنا. ستلتزم بريطانيا بأمن أوروبا، وهو لن يتغير. نملك أكبر ميزانية دفاع في أوروبا والثانية ضمن دول التحالف ضمن حلف ناتو، ونعمل أيضا على زيادة عديدنا مع قوات الناتو، ووافقت على زيادة حزمة من المساعدات والدعم، وذلك لتقديم الدعم لقوات الناتو عبر إرسال القوات والسفن والقوارب للدفاع عن الحدود من الشمال إلى الجنوب. بالتزامن، حذرت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس نظيرها في موسكو من أن الهجوم الروسي لأوكرانيا سيكون كارثيا. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، الذي أكد أن إنذارات الغرب وتهديداته لروسيا لن تؤدي إلى خفض التوتر بشأن أوكرانيا. كما اتهم لافروف الأوروبيين والأمريكيين باستخدام نهج اعتبره غير دبلوماسي يقوم على التهديدات والإنذارات على حد وصفه.
هذا وقد انطلقت التدريبات الروسية البيلاروسية المشتركة عزيمة الاتحاد 2022. وأفادت وزارة الدفاع الروسية في بيان على أن التدريبات تجرى بهدف الاستعداد لوقف رصد وصد هجوم خارجي في إطار عملية دفاعية. ولم تكشف موسكو ومينسك عدد الجنود المشاركين في المناورات، ولكن الولايات المتحدة قالت إن روسيا تخطط لإرسال 30,000 عنصر إلى مناطق عدة في بيلاروسيا. يأتي ذلك في الوقت الذي باشرت فيه روسيا وبيلاروسيا مناورات عسكرية مشتركة. أجرى رئيس هيئة الأركان الأمريكية الجنرال مارك ميلي اتصالا هاتفيا بنظيره البيلاروسي الجنرال فيكتور جوليفيتش، وذلك بهدف تجنب احتمال وقوع حوادث غير محسوبة. وأوضح الكولونيل ديف باتلر المتحدث باسم الجنرال ميلي في بيان مقتضب أن هذه المكالمة استهدفت الحد من أخطاء وقوع أي حوادث، إلى جانب تبادل الآراء حول الأمن الأوروبي الراهن. التاسعة متواصلة مع حضراتكم من التلفزيون المصري وتتابعون فيها. الصحة العالمية تعلن انتقال إفريقيا إلى مرحلة السيطرة على جائحة كورونا. أعلنت المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لإفريقيا انتقال القارة إلى مرحلة السيطرة على جائحة كورونا، وأن ارتفاع معدلات التطعيم سيلعب دورا حاسما في مساعدة الأفارقة على التعايش مع المرض. وقالت المسؤولة بمنظمة الصحة العالمية إن هناك ضوءا في نهاية النفق هذا العام، موضحة أنه يمكن وقف الفوضى والدمار الذي خلفه الفيروس في طريقه واستعادة السيطرة على الحياة. أعلنت الحكومة التونسية أنها سترفع حظر التجول الليلي الذي فرضته الشهر الماضي للحد من انتشار فيروس كورونا اعتبارا من اليوم. وأضافت في بيان أنه تم تمديد حظر التجمعات والمظاهرات لأسبوع آخر. تعتزم الحكومة اليابانية تمديد حالة شبه الطوارئ بالعاصمة طوكيو واثنتين عشرة محافظة أخرى لمدة 3 أسابيع. كما تخطط الحكومة لإضافة محافظات أخرى غرب اليابان اعتبارا من بعد غد السبت حتى 6 مارس إلى قائمة شبه الطوارئ، وهو ما يعني أن الإجراء سيكون ساري المفعول في 36 محافظة من أصل 47 محافظة في البلاد، وذلك وسط مخاوف متزايدة بشأن معاناة نظام الرعاية الصحية في اليابان. وفي الفلبين فتحت السلطات حدودها أمام السائحين المطعمين بشكل كامل ضد فيروس كورونا. هذا وقد أظهرت إحصاءات الحكومة في الفلبين أن أكثر من 92% من العاملين بقطاع السياحة تم تطعيمهم ضد فيروس كورونا، فيما تحاول السلطات توفير الجرعات التنشيطية لجميع العاملين لتسريع وتيرة تعافي السياحة. وتجدر الإشارة إلى أن السلطات المعنية وافقت على طلب وزارة السياحة بالسماح بدخول السياح المطعمين بشكل كامل من 157 دولة. أعلنت وزارة الصحة إطلاق 52 قافلة طبية مجانية في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية بجميع محافظات الجمهورية، وذلك خلال الفترة من اليوم والعاشر وحتى 20 من شهر فبراير الجاري ضمن مبادرة الرئيس السيسي حياة كريمة. وأوضح بيان لوزارة الصحة أن القوافل الطبية سيتم توجيهها للمحافظات الحدودية والقرى الأكثر احتياجا، مع الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا. وأشار البيان إلى أن القوافل تضم كافة التخصصات الطبية بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية، كما يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.
نظمت مديرية الصحة بدمياط قافلة طبية لإحدى قرى مركز كفر سعد ضمن جهود المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين. وقال وكيل وزارة الصحة بدمياط السيد عبد الجواد إن القافلة تضمنت عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعملا وصيدلية لصرف الأدوية بالمجان، كما تلقى كبار السن لقاح فيروس كورونا بسهولة ويسر بعد التسجيل على الموقع وتذليل جميع العقبات أمامهم وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة لمواجهة فيروس كورونا. القافلة النهاردة فيها عيادات طبية متخصصة ومتنقلة، معانا النهاردة 12 عربية تخصصية، موجود معانا الدكاترة أخصائيين واستشاريين، معانا صيدلية متكاملة تم إمدادها بكل الأدوية اللي بتغطي التخصصات الطبية الموجودة في القافلة. الإعداد للقافلة بيبدأ من قبلها بحوالي أسبوع، بنراجع قاعدة البيانات اللي عندنا وبنراجع مركز المعلومات. آخر مرة عملنا قافلة في القرية دي كان إيه التخصص اللي فيه شغل جامد، إيه الأدوية اللي إحنا بنحتاجها بكمية أكبر بنزودها. عندنا 12 تخصص موجودين هنا بيقدموا الخدمات الطبية لأهالي القرية، بالإضافة لصيدلية فيها أكتر من 200 صنف من الأدوية. عندنا معمل للتحاليل الطبية في أكتر بيقدم أكتر من 40 تحليل طبي. أيضا في عدد من الاستشاريين والأخصائيين اللي هم بيقدموا الخدمات للتخصصات النادرة الغير موجودة للقرية هنا. جينا النهارده وكشفنا في القافله الطبيه الموجوده المقامه عندنا في قريه الابراهيميه القبليه التابعه لمركز كفر سعد محافظه دمياط. ما شاء الله قافله فيها عيادات كتير ومتنوعه، فيها جميع التخصصات وجميع الادويه الموجوده. ما فيش حد جه كشف وما اخدش علاج ولا الدكتور قال لا العلاج دوت مش موجود او التشخيص ده مش موجود. القافله موجوده على مدار اليومين، وبنشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على هذه القافله المجانيه وعلى مبادره حياه كريمه اللي بتخدم قرى الريف في كفر سعد. في إطار الدور الذي يقوم به مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء نحو استطلاع آراء المواطنين بهدف قياس نبض الشارع إزاء القضايا المختلفة، قام المركز خلال النصف الثاني من شهر يناير الماضي بإجراء استطلاع للرأي على عينة من المواطنين حول آرائهم في مبادرة إحلال السيارات. وأشار المركز إلى تأييد 61.6% من المبحوثين بالعينة لإحلال السيارات القديمة التي تعمل بالبنزين ومر على تصنيعها 20 عاما فأكثر بأخرى تعمل بالغاز الطبيعي. وفيما يتعلق بسؤال المبحوثين بالعينة عن رؤيتهم في تقنين أوضاع السيارات المتهالكة المتروكة بالشوارع بحيث يتم رفعها وإبلاغ صاحبها خلال 48 ساعة عن سبب رفعها ومكان وجودها ليتسلمها، مع التأكيد على أنه في حالة عدم تسلمها خلال شهرين يعد متنازلا عنها. وأوضح غالبية المواطنين التأييد للقرار ذلك بنسبة 65.4%. نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرا يوضح كيفية التعامل الآمن مع الأجهزة المنزلية التي تعمل بالغاز الطبيعي. تطرق التقرير إلى إرشادات وإجراءات للتعامل الفوري مع حالات الطوارئ والمتمثلة في القيام أولا بغلق محابس البوتاجاز والسخان وكذلك محبس الغاز الرئيسي في المنزل، مع التأكد من غلق الغاز من المقبض المتواجد على الماسورة أو بجانبها في اتجاه عقارب الساعة، وعدم استعمال مفاتيح الإضاءة أو أجهزة الهاتف والأجهزة الكهربائية التي قد ينتج عنها شرر كهربائي. تطلق وزارة الصحة حملة تنشيطية لتقديم خدمات وسائل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية مجانا بجميع محافظات الجمهورية تحت شعار حقك تنظمي يوم الأحد المقبل وحتى يوم العاشر من مارس المقبل، ذلك لضبط معدلات الزيادة السكانية في إطار الاهتمام بصحة وتنمية الأسرة وتحقيق رؤية مصر 2030. أضافت الوزارة أنه سيتم إقامة معارض لنوادي المرأة أثناء الحملة لتنمية قدراتها الذاتية وإكسابها المزيد من الخبرات، ما يساعد على تمكينها اقتصاديا حيث يتم من خلالها عرض المشغولات اليدوية ومصنوعات الجلود وأعمال الخياطة والتريكو التي تقوم المنتفعات بإنتاجها بعد تدريبهن من خلال مسؤولات نوادي المرأة، ذلك إيمانا بأهمية دعم تنمية المرأة ورفع المستوى الاقتصادي للأسر.
أخبار المال والأعمال تستعرضها لنا دينا فكري. إليك دينا. شكرا لك محمد. وحكمة وأخبار المال والأعمال محليا وعالميا. ترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي الاجتماع الثاني للمجلس التنسيقي للسياسات النقدية والمالية، وركز الاجتماع على مناقشة المستهدفات الحكومية لخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي. وساهمت هذه الجهود في تحجيم الزيادة في نسبة المديونية للناتج المحلي لتصل إلى 91.6% من الناتج المحلي الإجمالي في يونيو 2021، مقارنة ب 108% من الناتج المحلي الإجمالي في يونيو 2017، مع استهداف خفض المديونية إلى نحو 82.5% من الناتج مع نهاية يونيو 2026. وتم التطرق إلى استمرار تحقيق فائض أولي بنسبة 2% سنويا من الناتج المحلي الإجمالي وزيادة نسبة الإيرادات الضريبية. وخلال ذلك تم التأكيد على العمل على سرعة المسار النزولي للدين خلال الفترة المقبلة، كما تم التطرق إلى أن زيادة الصادرات المصرية هي أولوية قصوى للحكومة خلال الفترة المقبلة. أكد وزير البترول طارق الملا على تزايد الدور الذي يلعبه قطاع الغاز الطبيعي في قيادة النمو والتطور في الاقتصاد المصري، موضحا أن تزايد حجم الصادرات من الغاز بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة له انعكاسات إيجابية على الناتج المحلي. وخلال ترأس أعمال الجمعية العامة للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاس لاعتماد الموازنة التخطيطية للعام المالي 2022-2023، أضاف الملا أن التطور الذي لحق بقطاع الغاز الطبيعي خلال السنوات الأخيرة قد جاء نتاجا لوضع وتنفيذ استراتيجية وخطط عمل واضحة ومميزة لتطوير وتحديث كانت بمثابة حجر الزاوية في تطوير هذا القطاع الحيوي. أعلنت وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية رانيا المشاط موافقة مجلس إدارة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على مشروع استراتيجية التعاون القطرية الجديدة مع مصر للفترة من 2022-2027. وأضافت الوزيرة أن استراتيجية التعاون القطرية تتضمن ثلاثة محاور رئيسية، هي دعم وجود النمو الشامل والمستدام وتسريع التحول الأخضر وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية. وأوضحت الوزارة أن محفظة التعاون الإنمائي مع البنك الأوروبي بلغت 8.7 مليار يورو خلال عام 2021 للقطاعين الحكومي والخاص. شهد وزير الاتصالات عمرو طلعت ووزير الحوكمة الرقمية اليوناني كريوكاس بايراكاكيس توقيع مذكرات تفاهم استراتيجية بين الشركة المصرية للاتصالات وشركة تابعة للمشغل اليوناني المستقل لنقل الكهرباء، وذلك للربط بين مصر واليونان باستخدام أنظمة الكابلات البحرية. وتمهد مذكرات التفاهم الطريق نحو استكشاف خيارات الربط المختلفة بين البلدين وفرص التوسع إلى وجهات أخرى اعتمادا على البنية التحتية المتميزة وقدرات الربط الدولي للشركتين. وتمتلك مصر بنية تحتية للكابلات البحرية التي تربط بين البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر، تجعلها مركزا لحركة البيانات المتدفقة من جنوب شرق آسيا والشرق الأوسط وإفريقيا إلى اليونان، التي تعد نقطة الدخول الأولى إلى العديد من الدول الأوروبية. أكد رئيس الهيئة العربية للتصنيع الفريق عبد المنعم الطراس أهمية تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز كافة الجهود لتوطين تكنولوجيا الطاقة المتجددة، منوها إلى تعزيز القدرة التصنيعية وتعميق التصنيع المحلي في هذا المجال وفقا لأحدث آليات الثورة الصناعية الرابعة. جاء ذلك خلال توقيع بروتوكول التعاون بين العربية للتصنيع وشركة سعودية. وأضاف رئيس الهيئة العربية للتصنيع أنه تم الاتفاق على زيادة نسبة
المكون المحلية بشكل تدريجي لتوفير نفقة استيراد المكونات التي تدخل في هذه الصناعة، والعمل على خفض الواردات وتوطين هذه الصناعة، بما يسهم في تعزيز خطة الدولة لزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة والمتجددة والحفاظ على البيئة. أنهت البورصة المصرية التعاملات آخر جلسة الأسبوع على انخفاض جماعي للمؤشرات بضغط من مبيعات المستثمرين الأجانب، بينما اتجهت تعاملات المصريين والعرب للشراء. وعلى صعيد المؤشرات، هبط مؤشر إيجاك 30 بنسبة 15% ليغلق عند مستوى 11578 نقطة، فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إيجاك 70 بنسبة 41% ليغلق عند مستوى 2116 نقطة. وانخفض مؤشر إيجاك 100 بنسبة 31% ليغلق عند مستوى 3140 نقطة. إلى منطقة الخليج، حيث أغلقت بورصة الأسهم الرئيسية بالمنطقة على ارتفاع، بينما سجل مؤشر بورصة أبوظبي أفضل أداء له في 3 أسابيع بارتفاع نحو 1%. وصعد المؤشر الرئيسي في سوق دبي لليوم الخامس على التوالي فزاد 2%، وكانت أسهم القطاع المالي هي العامل الرئيسي في الارتفاع. وأغلق مؤشر البورصة الرئيسية السعودية على ارتفاع 0.5%، بينما استقر مؤشر سوق الدوحة للأوراق المالية. أغلقت الأسهم الأوروبية على انخفاض طفيف مع تراجع قطاع تكنولوجيا على الرغم من ارتفاع عوائد السندات وتحسن أوضاع أسهم السفر، مما ساعد في الحد من وقوع خسائر أوسع نطاقا. وأغلق المؤشر ستوكس الأوروبي منخفضا بنسبة 2% مع انضمام قطاع تكنولوجيا ذي الثقل إلى الأسهم الأضعف أداء. توقعت المفوضية الأوروبية ارتفاع معدل التضخم ليسجل 3.9% وتباطؤ طفيف في النمو الاقتصادي خلال عام 2022. وتشير التوقعات الأوروبية إلى أنه من المفترض أن يصل التضخم في منطقة اليورو لذروته خلال الربع الحالي. كما يتوقع مسؤول الاتحاد الأوروبي نمو الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو التي تضم 19 دولة بنسبة 4% هذا العام مقابل 4.3% في التوقعات السابقة. قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن تقرير مؤشر أسعار المستهلكين لشهر يناير الماضي بمثابة تذكرة بأن ميزانيات الأمريكيين تتعرض لضغوط حقيقية، مضيفا أن إدارته تستخدم كل الأدوات المتاحة لديها لمعالجة الوضع. وارتفعت أسعار المستهلكين الأمريكيين بحدة في يناير، مما أدى إلى أكبر زيادة سنوية في التضخم منذ 40 عاما. وفي بورصة وول ستريت، انخفضت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال التعاملات متأثرة بارتفاع التضخم لأعلى مستوى له منذ 40 عاما، الأمر الذي أعاد المخاوف من احتمال أن يتجه البنك المركزي الأمريكي إلى زيادة تشديد سياسته النقدية. وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 38%، كما انخفض كذلك المؤشر ستاندرد أند بورز 74%، ولم يكن المؤشر ناسداك المجمع أحسن حظا من سابقه، حيث هبط هو الآخر بنسبة 1.81%. ختام أخبار المال والأعمال، وعودة مرة أخرى إلى محمد وحكمة، إليكما. شكرا لك دينا. تحت
عنوان أفضل 10 دول تمتلك أروع أماكن سياحية، اختار موقع ذا ترافل أحد البوابات الإلكترونية السياحية الشهيرة المقصد السياحي المصري ضمن قائمة أفضل المقاصد السياحية للزيارة، والتي تتمتع بعدد كبير من مناطق الجذب السياحي التي يمكن الزيارة والاستمتاع بها. وأوضح الموقع أن مصر تمتلك العديد من الأماكن الأثرية والسياحية التي تميزها عن أي مكان آخر بالعالم، كما ألقى الضوء على أهرامات الجيزة العريقة التي منها الهرم الأكبر، العجيبة الوحيدة الباقية من عجائب الدنيا 7 القديمة، والتي تجذب الملايين من السائحين الذين يأتون كل عام لزيارتها ومعرفة المزيد عنها. كما أوضح أنه يوجد بمصر العديد من الأماكن السياحية والأثرية، منها واحة سيوة وواحة الملوك ومعابد أبو سمبل. عقدت وزارة الثقافة والسياحة والآثار اجتماعا لبحث الاستعدادات اللازمة لتنظيم عدد من العروض الفنية والفعاليات الثقافية في الأماكن السياحية ذات القيمة التاريخية، ذلك بهدف تعظيم دور القوى الناعمة في دعم وتنشيط الحركة السياحية. وخلال الاجتماع اتفقت الوزارتان على إقامة عرض فني مميز للاحتفال بظاهرة تعامد الشمس بأبو سمبل، والمشاركة في تنظيم عدد من الفعاليات والمهرجانات الثقافية والسياحية خلال الفترة القادمة بجميع محافظات الجمهورية، وذلك لرفع الوعي السياحي والثقافي وتنشيط حركة السياحة الداخلية وإبراز المنتجات المتميزة والمتعددة للمقاصد السياحية المصرية. أعلنت وزارة البيئة إطلاق الحملة الترويجية لمحميات جنوب سيناء، والتي تستهدف الترويج للمحميات الطبيعية والمساعدة على خلق منتج سياحي بيئي جديد. أكدت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد أن ملف المحميات الطبيعية يحظى باهتمام ودعم القيادة السياسية لأهميتها، وبالتالي يتم تطويرها وإدارتها وفق النظم العالمية للحفاظ عليها وتعظيم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وصون ما تذكر به مصر من تنوع بيولوجي، ما يدعم البيئة والاقتصاد القومي بجذب المزيد من الاستثمارات في قطاع السياحة البيئية، ما يتضمنه من أنشطة متعددة. فكرة الترويج للمحميات الطبيعية بمفهوم السياحة البيئية بنطلقها دلوقتي مع بداية أجازات نص السنة من جوه القاهرة الجديدة. احنا من سنة ونص أطلقنا أول حملة في جنوب سيناء من راس محمد، النهاردة بنكمل الترويج ده من خلال مكان موجود جوه محمية الغابة المتحجرة. المحمية دي كانت زمان عبارة عن غابة، ومع التأثير بتاع تغير المناخ والجو ابتدى يبقى فيها حجارة، الأشجار تحولت لحجارة. في قصة لازم ولادنا يفهموها ونحكيها لهم، بس لو جم ولقوا المكان فاضي مش هيقدروا ان هم يستمتعوا. النهاردة بنطلق حملتين تابعين لوزارة البيئة ضمن فعاليات ايكو ايجيبت. اول حاجة هي حملة اسمها ايكو ساوث سيناي، اللي احنا فيها بنروج لمحميات جنوب سيناء بشكل بيئي مختلف. يعني احنا الناس كلها عارفة جنوب سيناء يعني شرم الشيخ، احنا بنحاول نقول لهم هي مش بس شرم الشيخ، عندنا 5 محميات في جنوب سيناء ممكن تعيشوا فيها لغاية 14 يوم ما بين السياحة البيئية والمجتمعات المحلية وما إلى ذلك، تستمتعوا بالمناظر الطبيعية، تستمتعوا بضيافة المجتمعات المحلية، أكلهم شربهم تراثهم ثقافتهم مزيكتهم. احنا عايشين أصلا في محمية نبك، وجينا هنا بالتعاون مع وزارة البيئة عملنا حاجة كده هدفها ترويج السياحة في سيناء. هي جزء من الخيم والقعدات البدوية اللي موجودة في سيناء مع الأكل والتراث السيناوي. والآن موعد وقفتنا الرياضية في نشرة 9 مرة أخرى، ودينا فكري إليك دينا. شكرا لكما، وأخبار الرياضة محليا وعالميا. أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم التصنيف الشهري للمنتخبات عن شهر فبراير الجاري، والذي شهد تقدم المنتخب الوطني 11 مركزا، ووصل منتخب الفراعنة إلى المركز 34 عالميا، بينما أصبح في المركز 2 عربيا وتقدم للمركز 4 إفريقيا.
فاز سموحة على مضيفي البنك الأهلي بهدفين مقابل هدف في الجولة الثامنة من الدوري الممتاز. بهذا الفوز رفع سموحة رصيده إلى 15 نقطة في المركز الرابع، بينما توقف رصيد البنك الأهلي عند 11 نقطة في المركز الثامن. استأنف الأهلي تدريباته بأبوظبي استعدادا لمواجهة الهلال السعودي يوم السبت المقبل في مباراة تحديد المركز الثالث ببطولة كأس العالم للأندية المقامة في الإمارات. وينافس الأهلي على الميدالية البرونزية بعد خسارته من بالميراس البرازيلي بهدفين نظيفين في الدور نصف النهائي، بينما خسر الهلال أمام تشيلسي بهدف دون رد في الدور قبل النهائي. تنطلق غدا مواجهة الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، وفي مباريات الغد يستضيف الوداد الرياضي المغربي فريق ساغرادا إسبرانسا الأنغولية، بينما يحل شباب بوزداد الجزائري ضيفا على النجم الساحلي التونسي، ويلتقي الهلال السوداني مع ماميلودي سان داونز الجنوب إفريقي. شهد استاد القاهرة الدولي الأدوار النهائية لبطولة الجمهورية للكاراتيه، حيث يتم تصعيد الفائزين بالمنافسات للمشاركة في البطولات الدولية للعب باسم مصر في مختلف المنافسات الدولية القادمة. بمشاركة 902 من لاعبي الكاراتيه أقيمت منافسات الأدوار النهائية لبطولة الجمهورية تحت 21 سنة، وتشهد المنافسات تصعيد الأربعة الأوائل من كل ميزان باللعبة الفردية، وذلك للمشاركة ضمن تصفيات المنتخب القومي المصري للكاراتيه. البطولة دي عبارة عن نهائيات جمهورية من دور 64 تحت 18 سنة وتحت 21 سنة، يعني معنى ذلك ان كان في ادوار تمهيدية قبل كده موجودة في 8 قطاعات في المحافظات، ولكن دي النهائيات بتاعتها اللي هي دور 64. الاساس البطولة دي مهمة جدا، لان طبعا الجهاز الفني حتى المنتخب يبقى موجود على اساس ان هيتم اختيار منها الثمانية الاوائل، هيتم عمل دوري من الثمانية الاوائل بعد كده لدخول منتخب مصر اختيار احسن اربعة، لان عندنا حدث مهم بالنسبة لل 18 سنة وتحت 21، وهي بطولة العالم للشباب وتحت 21 سنة في تركيا باذن الله تعالى في شهر اكتوبر القادم. التحكيم ده حضرتك يعتبر دعامة اساسية في اي لعبة، هي اللي بيها بتتطور اللعبة، بتطور اللاعب نفسه. يعني من ساعة ما احنا خدنا مجموعة عندنا خدت الشارة الدولية، واحنا بالنسبة للعيبة مع الإدارة تبوأنا في المراكز الأولى في بطولات العالم بدءا من سنة 2005 حتى تاريخه. المنافسات التي تستمر 5 أيام حتى 14 من فبراير الجاري تشهد إصرارا كبيرا من لاعبي الكاراتيه الذين بذلوا تدريبات صعبة للوصول إلى هذه الأدوار النهائية وتمثيل مصر في المحافل الدولية. النهاردة في تصفيات بطولة تحت 18 سنة وتحت 21، ودول اللي هناخد منهم اللاعبين اللي هيحصل منهم تصفيات مقبلة إن شاء الله، ودول بيعدوا لبطولة العالم في تركيا في شهر 10، وعندنا بطولة دورة ألعاب الشباب في مصر إن شاء الله تستضيفها بإذن الله في من 9 يعني 28/8 ل 9/9. حلم كبير جدا ولسه هيتحقق تاني، حلم بطولة العالم اللي حلمته وحققته الحمد لله، ولسه في تاني بإذن الله بطولة عالم تاني واثنين وثلاثة وعشرة بإذن الله. وبجد انا فخوره جدا ان في بقى فيه اهتمام بالالعاب الفرديه. طبعا الموضوع صعب جدا، طبعا احنا من اول بنلعب محافظات وبعدين بنلعب على مستوى قطاع وبعدين بنلعب على مستوى الجمهوريه. طبعا هنا بياخدوا الاربعه مننا بس في منتخب مصر لكاراتيه تحت 21 سنه، الاول طبعا بيسافر بطوله عالم. وتحتل مصر الصداره في منافسات وبطوله الكاراتيه الافريقيه والدوليه بالكثير من الميداليات، حيث تحظى رياضه الكاراتيه باهتمام كبير من الدوله وسط الزخم الرياضي الملحوظ في انحاء الجمهوريه. احمد الحسيني، التلفزيون المصري. ختام اخبار الرياضه وعوده مره اخرى الى حكمه ومحمد، اليكما. شكرا لنا فكري.
شرع الأمير البريطاني ويليام في أول زيارة رسمية له إلى الإمارات، حيث يسلط الأمير الضوء على عمله المفضل في الحفاظ على الحياة البرية وتغير المناخ. تمثل زيارة الأمير ويليام علامة بارزة في العلاقات بين المملكة المتحدة والإمارات، هذا وبدأ الأمير ويليام جولته في الإمارات بالتوجه إلى حديقة قرم الجبيل في أبو ظبي لمعرفة المزيد عن جهود الإمارات للمحافظة على البيئة ولزراعة الأشجار مع الطلاب. وعن آخر أخبار الطقس والحالة الجوية، تحدثنا دينا فكري مرة ثالثة. شكرا لكما، ووقفة أخيرة مع أخبار الطقس محليا وعالميا. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الجمعة طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية. معتدل الحرارة على شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود ليلا طقس شديد البرودة على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد. وهذه درجة الحرارة المتوقعة على بعض المدن والمحافظات. نبدأ بالقاهرة 18-10، الإسكندرية 18-10، مطروح 16-11، بورسعيد 17-9، الإسماعيلية 18-10. ونتحول إلى محافظة السويس 18-10، العريش 17-10، طابة 17-14، شرم الشيخ 21-14، الغردقة 20-13. إلى الأقصر 20-9، أسوان 21-10، الوادي الجديد 19-9، شلاتين 22-13، وحلايب 20-14. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية. وهذه أبرز لقطة لهذا اليوم. بلقطة اليوم نصل لختام نشرة التاسعة، بقي تذكير بأبرز عناوينها. اعتبارا من يوليو المقبل زيادة الأجور والمنح والعلاوات لموظفي الدولة. <تصفيق>,
ميقاتي يؤكد ضرورة الإصلاحات ويدعو اللبنانيين للتعاون مع الحكومة لوقف انهيار الدولة. على خلفية الأزمة الأوكرانية، قوات بريطانية تصل بولندا وألمانيا تبدي الاستعداد للحوار مع روسيا. ما زال هواء التاسعة مستمر. ومع الإعلامية دينا عبد الكريم والتاسعة يوم الخميس. مساء الخير يا دينا. مساء النور محمد، مساء النور حكمة، مبسوطة أكون معاكم النهاردة، لكن طبعا يعني مفتقدين الزميلة العزيزة والجميلة الأستاذة شفقي المنيري. هي أنا عارفة أنه أكيد الناس تسأل عليها، هي بس في وعكة صحية خفيفة وإن شاء الله ترجع بألف خير، وغالبا أنا حسدتها يعني كنت بعكسها الخميس اللي فات وعمالة أبعت لها أقول لها أمورة، فهي تعبانة شوية فترجع بالسلامة موفقة إن شاء الله. شكرا شكرا حكمة، شكرا محمد، شكرا كل فريق نشرة التاسعة. نبدأ مع حضراتكم حالا فقرات برنامج التاسعة.